تعادل سبورتيفو لوكوينيو بطل باراغواي أمام ضيف إندبندنتي سانتا في الكولومبي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس أندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوبا سود أمريكانا. وتعزز هذه النتيجة من حظوظ الفريق الكولومبي لبلوغ نهائي البطولة القارية، حيث بات يكفيه التعادل السلبي على أرضه في مباراة الإياب التي ستقام في 25 من الشهر الحالي.